المنافسه القويه اللي بيننا يعني تنعكس على الجمهور كعلاقه جيده بين الجمهور التونسي والجمهور المصري. الاهلي مع جوزيه توا مرسو كبيره. اخويا واحنا الترجي هم الاهلي مع جوزيه واحنا اسمنا الترجي. يعني انت يكون متاكد اللي هو مش يقراوا لنا حساب اكثر من اللي احنا باش نقراوا لنا. ما حبوش يلعب مع الاسبيرونس ديجا في المجموعات. اكيد اي الفرق الكبيره تحب. احنا قلت لك ظروف احنا قعدنا للتروماتيزم دي ديبلاسمون الاخرين لافريقيا السوداء سورتو مازامبي. معناها نقولوا كي نبداو نلعبوا في ظروف طيبه المباراه تدوم في 90 دقيقه في الميدان لا غير نبداو سعيدين ونبداو نقولوا عندنا حظوظ وافره. اربع فرق عربيه متواجده في نفس المجموعه هذا شرف كبير وهذه تزكيه لمستوى كره القدم العربيه على المستوى الافريقي. فاحنا ما يمكننا الا نكونوا منبسطين. سي كمال ريت السيارة نتاع رئيس الاتحاد الافريقي ها؟ خدمة خشينة هذه ها؟ ها سي جليل شنو المجموعة أنت باش تحكي لنا عليها؟ بون يدور لي المجموعة الثانية اللي فيها الهلال السوداني القطن الكاميروني انيمبا النيجيري ورجاء البيضاوي تقريبا معناتها فرق من أحسن زاد ما ثم في على المستوى الافريقي. إذا كان نصنفوهم شخصيا الرالي انيمبا النيجيري كسب خبرة ونعرفوا الفريق هذا كان تحصل على كأس رابطة الأبطال في زوز السابق في السابق دونك آخرتها يظل ضد النجم الريجي الساحلي بضربات الجزاء. كيف كيف الرجاء البيضاوي فريق يبقى فريق محترم عنده من الخبرة وعنده رصيد يسرق الأطراح يعمل سير السير في بلاده وبعد فريق يعرف يسافر صحيح يعرف يسافر عنده صنعه كبيره يعرف فاش يتعامل مع المسابقات الافريقيه هذه. الهلال السوداني شفناه ضد النادي الافريقي فريق عنده امكانيات كبيره وكبيره جدا ممتاز بكل صراحه ابهرني الفريق هذا. العامل الوحيد كونه يمكن عامل الخبره باش ينقصوا شويه مقارنه بالليزادفيرسير اللي يلعب معاهم اقل درجه. القطن الكامروني نعرفوا اللي فريق مثلا البطوله الكامرونيه ماهيش بطوله اللي عندها مستوى كبير برشا اغلب اللاعبين يحترفوا في البطولات الاوروبيه ربما حتى بعضها تجي حتى على انيمبا النيجيري صحيح صحيح. حاتم المجموعه الاخرى والله مجموعة الترجي أنا نشوفها مجموعة معناها باهية معناها والترجي يعرفهم معناها الفرق الكل معناها لعب ضدهم. الترجي معناها ديما عودنا وين يخلط المجموعة ديما يتأهل وديما يوصل للأدوار المتقدمة ومن اللي باش تبدا البطولة الترجي أكيد باش يركز روحه باش يعمل قوم شوية انتدابات لأنه كأس رابطة الأبطال معناها مهمة برشا والفريق عنده مدة هو يجري يسعى وراها ويحب يفوز بها لأنه ذكرنا أغلى أغلى لقب مدية الجزائر الاهلي المصري وديد البيضاوي ولا سيمبا تنزانيا. انا نظن معناها الفرق هذوما الترجي يحبذ باش يلعب ضدهم خاطرهم اول حاجه باش تلقى الكاليتي نتاع التيران باهيه باش تلقى الجماهير متحضره باش تلقى الطقس والجو العام باش تلقاه باهي يناسب اللاعبين وهذا الكل يخدم مصلحه الترجي اذا حضر روحه لانه العام الفارط وصل دور نهائي ان شاء الله الترجي يوصل ابعد حد وان شاء الله يفوز بكاس رابطه الابطال. هيثم الترجي زاد ما عندوش شكل الرحلات نتاع ادغال افريقيا هذا اللي حبذوه الناس كلها معناتها مرتاحه شمال افريقيا كما ربما بين سيمبا وش اسمه سيمبا والوداد والمباراه في مصر في مصر اي في هما حبوا ما بين المالي وما بين سيمبا حبت مالي والقاهره القاهره افضل الناس الكل مباراه تقام الاسبوع هذايا معناها بالنسبه بصراحه ظاهره المجموعه باش تاهل منها الاهلي والترجي التونسي مانيش في ناقصك نعرف الباقي تربح اما واحد يقول زاد برافو لكره القدم المغربيه صحيح عندها زوج فرق وفريق اخر في الاتحاد الافريقي في الفريق في الاتحاد ثلاثه فرق معناها الكره المغربيه بالنسبه للمعلومه بالنسبه للنادي الافريقي معناها سيموند لو تسمح النادي الافريقي باش يلعب بعد مباراه وذا اذا كان يفوز باش يقابل يا اما المتاهل من اوغوستو ولا الاسيك ميموزا باش يكون في المجموعه الاولى يعني النادي الافريقي مباراه الاولى باش يلعبها خارج ارضيه ميدانه. شاكر مرحبا بك. الحقيقه من خلال الهاتف سيموندر ولا الايميل برشا حبيت نجم الساحلي معناتها الاراء بتاعهم متضاربه برشا يعني فما شكون يقول لك تقريبا عقوبات يعني جات جلديه لفريق النجم الساحلي وسلكناها وفما شكون يقول لك حلينا باب بلا على رواحنا وكنا ما نشقدوا على كل حال هذا قوس نسكروه بالنسبه للنجم الساحلي. بسام الجربي يقول ما دامكم تحكيوا على الاتحاد الافريقي علاش يا هيثم ما سالتش عيسى حياته على سر دعمه لجوزيف بلاتير في الانتخابات نتاع الاتحاد الدولي لكره القدم
في عود يدعم القطري محمد بن همام. وليد اليوسف يقول زيد باش تحكيوا على القرعة على خاطر الفرق الكل عندها نفس المستوى، وخاصة بعد ما ارتحنا من المعاملات اللي كان يتسبب فيها فريق مازامبي الكونغولي. كمال بوراس من باريس، سيموندر العباد ما ينساولناش، راه يقول لك علاش لحد الآن مازال نستناو في التقرير والدعوة نتاع خالد بن يحيى اللي كنتوا وعدتونا بها، فاش تستناو باش معناتها تكملوا الوعد نتاعكم. محمد الهادي من حي الغزالة يقول يا حاتم ما دامك حكيت على التحكيم في الأندية وعلى الكواليس نتاعهم، يقول لك ما تنساش راهو المنتخب الوطني التونسي وقت هزينا كأس أفريقيا في 2004 كانت فما برشا كواليس صارت في رفقة المقابلات تاع المنتخب، خاصة في دور نصف النهائي ضد نيجيريا وفي الدور النهائي في ضد المغرب. وقلت صحيح رانا هزينا اللقب الملاعبية والجمهور، وزاد بحاجات أخرى ماذا بينا تقول لنا عليهم. شكرا لك شاكر. قبل دعوة خالد بن يحيى شي النقطة اللي أثرتها سامحني باش ما ننساوش ونفكروا الناس الكل. قبل خالد بن يحيى يقول زيد باش تحكيوا على القرعة على خاطر الفرق الكل عندها نفس المستوى، وفما شكون يسال هيثم يقولوا علاش ما سالتش عيسى حياته واضح على سر واضح. يعني دعمه لجوزيف بلاتي. السؤال هيثم انا باش نسال الاخراني في العقل، اللي يهمني انا دعوه خالد بن يحيى جاوبته في السؤال ثم الاجابه باش يجي خالد بن يحيى، ثم دعوه ثم قبول. خالد بن يحيى اخر مره قال لما ثم فرصه جايه عنده هو الاجنده نتاعه، ثم فرصه جايه نجي ونوري. نحن نستناو في الفرصه باش تجي ويكون خالد مرحبا بيه في بالمكشوف. حاتم انت ملاحظتك معنا هي بيدها بالتفصيل معاك، يظل يقول لك لاعب وجمهور واشياء اخرى، هذا مصرين معناها الناس الكل في ذلك. لا ما فماش اشياء اخرى في كاس افريقيا نظيفه اللي هزتها تونس 2004 نظيفه ما فيها حتى شيء يصير. هذه قلت لك كلها معاملات تصير، حكم تفرح فيه تعطيه دقله كذا، هذا كله يصير، هذه كل معاملات. ما فماش لا مصر اكيد. لا لا انا احييك احييك مصر. ما فماش حتى واحد ضد السنغال. احييك انا ابشر كل لك فوز ضد السنغال. لا حتى السنغال لا مباراه فوق الغلطه تصير في مباراه السنغال. فريق ممتاز ممتاز كان لاعبيه واحد انا نحب نقول لك يخدم روشيلو ميرو نبي معاه الخدمه على رواحه. لا 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 ما تشكوش في المكاسب. ثم المعاملات ثم المعاملات مش الحكم يشاوروك على الحكم. اي اشياء مثل هذه مصر علاش هزت سبع مرات بطوله افريقيا؟ لانه عندها قويه برشا في الاتحاد الافريقي، عينوني الحكم فلاني نحب نلعب في البلاصه الفلانيه، هذا ما يصير. هذا يسهل لك الامور. هيثم هدوءا ارجوك. لا 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 هادي لا انا هادي. كاس افريقيا 2004 راهي نظيفه اكيد، لا شك في ذلك. ما نحبش حتى واحد يصرف حاجه تاع كاس. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. خلينا نقولوا اخر مره، الفريق المنظم غالبا ما عنده بعض الامتيازات. بالضبط بالضبط. لك انت سؤال كان موجه لك انت. سؤال صحيح عيسى حياته، علاش ما سالتش عيسى حياته؟ صحيح هو من فما غاب تصريح لعيسى حياته مع نعطيك انا نصف الجواب وما نجمش النصف الثاني. نصف الجواب، شوفوا التحقيق اللي قام به، الاستجواب اللي قام به هيثم الراجدي حصري مع حصري كله حصري. لا لا الاخرين كانوا، اما هذا حصري لانه بن همام ما حبش يصرح وبعد حتى على التصريحات حتى القنوات المصريه بعد. لهنا مره اخرى ستارك محمد بن همام هو رئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم والمترشح البارز للاتحاد الدولي لكره القدم امام جوزيف بلاتير السويسري. الحوار مع هيثم الراجدي حصريا لقناه حنبع. اعتقد صراحه ان تمثيلي في الاتحاد الدولي او حتى محاولتي للدخول للاتحاد الدولي هذه مش محاوله فرديه، انا اعتقد هذه محاوله كارسال رساله للعالم ان العرب موجودين ومتواجدين ولهم نفس الحقوق ولهم نفس الحظوظ ان شاء الله في المناصب الدوليه سواء كانت رياضيه او سياسيه او غيرها. احنا لنا كل الحق ان نطمح كما يطمح غيرنا، ولنا كل الحق ان نفكر أن لا نكون فقط في الصفوف التالية أو في الصفوف الخلفية، يجب أن يكون لنا دور في الصفوف الأمامية أيضا. حقيقة حزين يعني اللي تتعرض له الفيفا بصفة عامة من اتهامات بالفساد بالرشاوي وعدم المصداقية، سواء كانت هذه الحملة مقصودة أو غير مقصودة، سواء مقصود بها انتخاباتي أنا أو غير أو ليس مقصود بها انتخاباتي. لكن الحقيقة ما يؤلمني شيء واحد، أني أنا دائما أشوف ان الظلم تتعرض له القاره الافريقيه من بد جميع يعني القارات بصفه اكثر. اتمنى ان ليس ان لا تكون هناك نظره عنصريه ضد افريقيا في هذا الموضوع، لاني يعني لا افهم اطلاقا. يعني مثلا من اربع او خمس شهور كان هناك زملاء لنا اخوه افارقه ايضا تعرضوا
لمثل هذه الاتهامات، تعرضوا لعقوبات من لجنة الأخلاق؟ يعني أتذكر يعني أكثرهم يعني ما لا ليس له علاقة مباشرة في إدارة كرة القدم سواء في بلده أو سواء في الاتحاد القاري. فالآن هذه الخطوة الثانية، أنا أشوف أن أيضا هناك زميلين لنا في المكتب التنفيذي للسيد عيسى حياته والسيد جاك أنوما أيضا يتعرضون لنفس الحملة هذه، تعرض لها من قبل السيد سليم علولو، أحمد جاكيتي، إسماعيل بامجي وآخرين. فأتمنى إن شاء الله أن يعني ما تكون القارة الأفريقية مقصودة في كل مرة يعني يكون هناك نوع من الفساد والرشوة. On attend les preuves justement que ces journalistes anglais nous disent, mais à part ça, on a notre conscience est claire. الإشكال اللي حصل هو خاصة على الاجتماع التنفيذي اللي كان للاتحاد الأفريقي في أنغولا، واللي كان بن همام هو لو كان فسر حتى للرأي العام شنو اللي صار بالضبط في الأمور هذه، لأنه كانت هذه الأمور قانونية بالنسبة للاتحاد الأفريقي. أكيد قانونية. On a eu une proposition de sponsoring de la part de la candidature Qatar 2022 pour adresser le congrès. Et cette proposition a été faite, étudiée, accordée et soumise au comité exécutif et ratifiée. Et d'ailleurs tous les autres pays candidats étaient présents. Et ils ont bien vu, c'était une question de branding du congrès de la CAF Angola 2010, sponsorisé par Qatar 2022. Et ils ont eu l'opportunité de présenter leur projet à l'Assemblée Générale. Et ça s'arrête là. ان السيد بلاتر ما يكون له علاقه مباشره في هذه الضجه الحاليه لاسباب انتخابيه. شنو رايك في تصريحات بلاتر، خاصه اتهام قطر بالارتشاء بالرشوه في تنظيم كاس العالم 2002، وخاصه اللي هو اتهامك في شخصك انت يعني حول الامور هذه، ولو انت تخش معاه يعني في الانتخابات هو حيشيل قطر من تنظيم 2022، يعني هذه الاقاويل وهذه الالعاب يعني استاذ. الاتهام جاء من الصحافه الانجليزيه بصفه مباشره. بطبيعة الحال يعني اتهامات يعني تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى براهين. أنا شخصيا مستعد أني أضع نفسي تحت سلطة أي تحقيق دولي سيجري حتى سواء كان في إنجلترا أو سواء خارج إنجلترا ومهما يكون، لأن اللي إحنا عندنا مثل شائع في الخليج يقول لك اللي ما يبوق ما يخاف، اللي ما يسرقش ما يخافش. قطر مش حتعطي صوتها لمحمد بن همام، حتعطي صوتها للبلاتر عشان ما تاخذش منها تنظيم كاس العالم 2022. يعني اللي بيصدق الكلام هذا انا اعتقد انه يعني يكون شوي في خارج وعيه. هيثم تكلمت عن مرشح بارز، نجم نقول نحن المرشح الوحيد اللي ينجم ينافس في الوقت الحاضر وجدي جوزيف بلاتر، علاش هو مرشح هام وبارز؟ لانه كما تعرف الناس كل هو اللي كان دعم بلاتير باش هو خذا رئاسه الاتحاد العالمي الفيفا عام 99. تعرفوا الناس كل اللي الحمله الانتخابيه لبلاتير كان وراها بن همام، وكان الاتفاق الاول وكانوا دو موندا ياخذ بن همام ياخذ بلاتير ومن بعد يعطي يسلم بلاتير يسلم لكن بلاتير تمع كما يقولوا فيها وحب على هذاك هي السلطه خويا اللي يقعد على الكرسي اللي يشد كرسي اللي يشد كرسي. دونك بن همام خلاه كمل هذه الفتره الثالثه توا وخدم على ملف الاتحاد تنظيم كاس العالم 2022 لقطر، خذا هذايا وحتى برشا حتى هنا كنت تقولوا لي الاسئله معناها كاس حبرشا وكل شيء علاش الحكايه هذوما الموجود، وحتى خرجت الاشاعه نتاع كونه قطر ماهيش تصوت بن همام لانه خايفه باش ما تنحلهاش التنظيم كاس العالم 2022 وحلوا الرشوه اللي خرجت ورشوه شفت معناها الاسبوع اللي فارت الصحافي الانجليزي ما زالت معناتها الالعاب الانجليزيه كانوا الصحافي الانجليزي اللي خرج كونه فما رشوه اعطاها بن همام واعطاها الاتحاد الاسيوي للاتحاد الافريقي باش يضمن التصويت نتاعه في قطر 2022، لكن هذايا اللي صار
مكونه في بطولة افريقيا الاخرانية كنا حاضرين حنا بعد كنا حاضرين وغطينا الحدث هذايا في الكونغري نتاع الاتحاد الافريقي اللي تعمل بعد كل بطولة افريقيا الاتحاد الافريقي اعطى فتح الباب اللي يحب يجي وهذا كان يقول الكاتب العام تاع الاتحاد الافريقي واضح معناها اما المبلغ اللي دفعه الاتحاد القطري هو اللي معناتها كان كبير برشا دفع تقريبا فلوسنا توانسه 2 مليارات و250 باش نظم هو الكونغري هذا خلينا ما نحبش ندخل في النقاش هذاك خاطر زاد فيه ما يناقش ما ثم حد شيء بريء المترشح كل مترشح يدور ويعد ويهدي أكيد. الى اخره كيف عمل بلاتر وعمل ليزونغول ودرشتو كذا كذا بن همام بن همام توا هو في اسيا بن همام قاعد مازالت عنده جوله صغيره في اسيا كان في افريقيا المده الاخيره كان في المغرب كان في الجزائر